عاجل. رشاد العليمي يصدر أول قرار رئاسي ويطيح بسلطان العرادة من منصبه ويعين هذه الشخصية خلفا له. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أفادت مصادر مشاركة في مشاورات الرياض بأن مجلس القيادة الرئاسي وافق على مسودة قرار بإقالة سلطان العرادة من منصبه كمحافظ لمحافظة مأرب. وأشارت المصادر إلى أن القرار قضى بتعيين ذياب بن معيلي مدير مكتب طارق كبديل للشيخ سلطان العرادة. وكانت السعودية قد ضمت العرادة إلى قوام المجلس الرئاسي في محاولة للتخلص منه باعتباره عائقا لها في مأرب. ومن شأن القرار الجديد تعزيز قبضة طارق عفاش على المحافظة النفطية وآخر معاقل الشرعية في الشمال. ويشير قرار إزاحة العرادة من مأرب إلى أنه ذو أبعاد تتعلق بمحاولة إنهاء قبضته على مفاصل الدولة في المحافظة النفطية ولا يتعلق بثقله الاجتماعي والحزبي فقط.